كبيرة خلاص تكرر. ممكن يكون في 6 قبل 17 اللي هي بنحطها من مسافة 6 متر قبل 17. لا خلاص المهم ما نحطش 17 بس. طيب حطوا التحويلة ليه بقى؟ انا بس نركز سيب الاسئله دي سير انا سبت التحويلة ليه؟ عشان اقول لك وظيفة السيمافور هي وظيفة السيمافور هي التحويله المسيره دلوقتي بنخش عليها ازاي؟
وبعد كده يرجع هيجي القطر يقف ايه في النقطه دي كده فاكر خلاص المسافه اللي القطر بياخدها المسافه اللي القطر بياخدها حوالي كم متر فباجي بعد التحويله اللي ايه المسافه بتاعتي بعد التحويله الدايره بس لو التحويله مقابله لو التحويله مقابله ما بحطش يعني التحويله دي دلوقتي كان واحد مثلا واحد عشان نحسبها مش خمسه واحد ايه الفضل على الفضل اللي هي مش بس هنرجع نقول لك هنرجع نقول لك حد فاهم هنرجع الاشارات دي اول اشاره بس التحويله خالص اللي هي شكل ندره ولا ايه الفضل الوقوف ولا التحسين خلي واحده مسيره وواحده مقابله قال لي بعد التحويله المسيره 2 متر هاجي هنا وجاي عامل سيمافور سيان الثاني اللي شكله نفس الشكل بتاع سيمافور الوقوف فهاجي هنا بعد 2 متر اهو ضايع على الشمال لو ما هي خدت الايه اتجاه الحركه هحط سيمافور ايه بالقيام الامامي ودي سيمافور القيام الامامي وضفت القطر اللي هيرجع بالراجع على التحويله المسيره سيمافور القيام الامامي القطر اللي هيرجع ايه بالراجع على التحويله المسيره طيب دي بتشوف السكه دي بقى خلاص هنا عملت له ايه؟ عملت له خلاص مفروض قيام او اللي هو هي الفرد والتخطيه ديت او التقاطع ده تمام؟ والقطر خلاص هيجي يتحرك التحويله دي تحويله تحويله عشان نفسي اكلمك كمان عاوز ايه؟ عاوز ايه؟ عاوز ايه؟ عاوز ايه؟ قاعدين في دار اول شريط صبورة يا باشمهندس كمان انت جاي تفهم دلوقتي يا رمضان جاي تسال دلوقتي مبروحتنا يا باشمهندس هنا هحط بقى اسم فرقه يا ولد لا تتكلم عشان البيت احترام البيت لو في مفصله محاوله لو في مفصله يا باشمهندس انتوا جابت التصوير هم تعديل كده مثلا بنسبه الايقاع عاملين لك تعليق كده نفس الكرسي قد لو في مفصله يا باشمهندس بالظبط انا عايز بس الناس كده تصحى لان انا شايف الناس كلها نايمه في لو كان في تحويلة مش في تحويلة فصل ازاي كده الديسك قال الديسك بيتحط فين الديسك وظيفته الاساسيه هي الكرات اللي بتتحرك بالراجع الكرات اللي بتتحرك بالراجع
هتخش على ايه المفتاح الرجع فالديسك بيتحط فين اول حاجه في التحويله بعد كده بعد التحويله المسيره
القدرات الاساسيه الاربعه. لا القيام بيحتاج تحذير ولا القيام كمان بيحتاج تحذير، فما تقعدش تشغل نفسك فين التحذير بتاعك. هو الجول بس اللي محتاج ايه؟ تحذير مسافه 600 متر. طيب عايزين بقى نحط الاشاره اللي ايه؟ الفرعيه الثانيه اللي هي الديسك. الاشاره الفرعيه الثانيه اللي هي الديسك. هل الديسك وقتها في ثلاث اماكن؟ اول حاجه تحويله مسير عشان لو فتره هيرجع بالراجع، ثاني حاجه مخزن مسير عشان خاطر فيه بيخش بالراجع، وبعد كده مفاتيح الخروج من المخازن لان يعتبر الاكل بيطلع من المخزن بالراجع. طب تعالوا نشوف مع بعض بقى ايه حركه مدرك يبقى بالراجع. اول حاجه التحويله المسيريه، قلنا ده بيجي يقف هنا على المسافه دي اللي هي ايه بتاع السنابول والقيام كمان، وهيرجع هنا فقبل سن الابره اللي هو 10 متر هنا تقوم رايح حاطط سيمافور هنا كده اللي هو الديسك. القطر بيتحرك بالراجع يعني راجع اتجاه الحركه كده في ايه؟ عكس اتجاه الحركه الاساسي ماشي؟ وادي علامة ايه؟ الديسك بتاعي ايه بالشكل ده؟ واجي هنا برضه القطر ايه؟ بيتحرك بالراجع ده اتجاه الحركه الاساسي. القطر بيتحرك بالراجع يبقى ايه؟ ده اتجاه الحركه هيرجع بالراجع كده عشان يطلع على التحويله المسيره دي. فاتجاه الحركه بتاعته بيرجع بالشكل ده وحط ايه؟ الاشاره بتاع الديسك. فدايما التحويله المسيره اللي انا شفناها دايما كده تحفظها تخش ده التحويله اللي هي عامله عليها كده، وبعد التحويله المسيره عامل ايه؟ تمام؟ تحفظه على طول ده ما فيهوش فهم. بعد التحويله المسيره وابدات بقى احط ايه؟ الديسك بالشكل ده كده. مسافه كام؟ مسافه 10 متر اللي هو على سن الابره. تمام؟ مسافه 10 متر. لان الوضع اساسا بيتوقف الحركه بالراحه دي. طيب احنا قلنا فين تاني؟ في المفتاح في المخزن بتاع المضايع المسير. ده مخزن مسير. ده مخزن مسير اهو صح؟ ده مخزن مسير. فالقطر هيجي يمشي كده وبعد كده يقوم جاي راجع عليه بالراجع تاني. هاجي من المخزن المسير هنا واقوم جاي حاطط ديسك تاني بالشكل ده كده، وجاي حاطط ديسك تاني بالشكل ده كده. وساعات اقوم جاي بدل ما هما الديسكين على طول ورا بعض كده ومفيش مسافات، واقوم جاي حاطط الديسكين على بعض على ايه؟ اي واحد كده. تمام؟ انت هتشوف الشكل ده، يبقى الديسك وده الديسك التاني على طول، او تفرده الديسك هنا وديسك هنا المخزن ده. يبقى احنا كده عرفنا ان التحويله المسيره وقت المخزن المسير عشان الحركه بالراجع. فاضل فين؟ مفتاح الخروج من المخزن. هذا المخزن اهوت بطلع منه كده، وهذا المخزن الثاني بطلع منه كده. غالبا القطر بيخش كده وهو بيطلع بقى بعتبر الحركه بتاعته بالراجع، سواء بقى ايه؟ القاطره جت شدته من الامام او هو رجع بالراجع او اي حاجه، بس ايه؟ الحركه بتاعته تعتبر بالراجع. تمام؟ فالحركه بالراجع بحط هنا الديسك في الخروج من المخزن ده. ديسك في الخروج من المخزن ده بالشكل ده كده، وديسك في الخروج من المخزن ده كده. عشان ايه؟ الارض طالع الاتجاه ده والارض طالع الاتجاه ده. طيب المخزن ده لحد دلوقتي ما عملناهوش حاجه خالص، المخزن ده ما حطيناهوش ديسك ولا حطينا له اشاره ولا قيام ولا قلنا ان احنا نعمل له ريش هنا. طيب الحركه على المخزن ده هنظمها ازاي او اتحكم فيها ازاي؟ دي اخر حاجه بقى اللي احنا عندنا اللي هو ايه؟ الذراع المنوره. ده بتاع المخازن اللي فوق بس، الذراع المنوره ماشي بتاع ايه؟ المخزن قبل المخزن المقابل. قبل المخزن المقابل بحطه فين؟ ما بحطلوش اشاره كده زي الديسك او القياس او اي حاجه من الحاجات دي. الاشاره بتاعته صوده على الوقوف، صوده على سقوط الوقوف والقيام السابقين للنفس. السابقين للنفس. حلو النص وسيب الناس يعني شكله كده ده الحركه، وبعد كده ايه؟ ده السهم، ده القايم، ده الريش اهوت بتاع سقوط الوقوف. باجي على القايم بتاع سقوط الوقوف او القيام يبقى في شكلهم واحد. وفي حاطط مسطرين كده صغيره ايه؟ 12 كده، ده هو ده زراع المنوره. بيبقى رايه صغيره كده على ايه؟ سيمافور القيام وسيمافور الوقوف. يبقى رايه صغيره كده. تعال نشوف بقى هنحطها ازاي على المخزن اللي عندنا ده. ده مخزن اهوت، ده مخزن مقابل. قلنا ان احنا ما بنحطلوش ايه؟ ديسك ولا بنحط له اشاره الوقوف او ريشه الوقوف او الكلام ده. باجي على سيمافور الوقوف الاول، عندي هنا مخزن مقابل في المحطه في الاخر اهو. خلاص بقى ابدا اول سيمافور الوقوف واقوم جاي حاطط عليه زراع منور. عشان اقول له لو فتحت له زراع منور ده اقول له خلاص انت هتخش على المخزن. اديله ايه؟ اول ما يخش المحطه كده انت هتخش على المخزن اعرفه. يجي هنا عند ايه؟ القيام اللي بعده. طول على طول برضه ايه؟ سيمافور زراع منور. عشان اقول له انت هتطلع من هنا تخش ايه؟ لو فتحت لك مثلا زراع منور ده انا هدخلك على المخزن. تمام؟ يبقى مخزن مقابل بحط له ايه؟ زراع منور. مخزن مسير بحط له ديسك. تحليله مسيره بحط لها ديسك، خروج من المخزن بحط له ايه؟ ديسك. بكده يبقى احنا خلصنا كل الايه؟ الاشارات الاساسيه الثانويه. نعم.
في نقطه كمان كده بالنسبه للايه، لو عندك اكتر من مخزن مقابل، لو عندك اكتر من مخزن مقابل بالشكل ده كده مثلا، في مخزنين مقابلين بالشكل ده كده، ده الاول وده الثاني، مخزنين ورا ايه ورا بعض كده، بتيجي ايه تطلع من كل مخزن هتعمل ايه، كل مخزن هتطلع منه تعمل ايه، تعمل ديسك هنا كده وتعمل ديسك هنا كده، ده برضه تحفظ اي مخزن بيبقى حاطط ديسك على طول، فالديسك محفوظ اماكنه في المخزن او في التحويله المسيره والجروب والدخول في المخزن ايه مسير. طب انا عندي هنا ايه، عندي مخزنين ايه مقابل، فانا هحط لهم ذراع من اول واحده، لا كل مخزن مقابل بذراع من اول، ما انا عايز اقول له ده تخش على المخزن الاول ولا الثاني، انا برضه اقول له ده تخش على المخزن الاول ولا الثاني، فكل مخزن هحط له ايه محفوظ كده. يبقى انت خلصت الايه اشارات اساسيه وثانويه في المحطه البسيطه دي، فلو هتحطه لتحت ما تحطوش تحت. امسح بقى الايه اللي احنا كاتبينه ده، ناخد مثال من مسافه 76 متر. طب مفتاح مسير وبعدين مفتاح مسير وبعدين واحد مقابل،
هيقوم ولا لا؟ احنا كنا حسبناها ما خدموش صح؟ 93 خلاص يبقى ده هيعمل بس الايه؟ دولك وبعد كده هنقرر الايه؟ بالمقابل ده. فهيجي يعمل المقابل وهو هيحط ايه؟ واحد ثاني هنا تمام؟ طيب عدد الريش بتاعه؟ اثنين. وده احنا حليناه واحنا ايه بنشرح؟ هذا الريش الاولى الفاضي ده ولا الريش الثانيه ايه؟ الفاضي اللي فوق. طيب ما حطيتوش لسه التحديد بتاعه الحد ده مش نافع. نكمل مع بعض بعد ما نعدي هنا هنيجي عند النقطه دي هنيجي عند النقطه دي المسافه دي 600 متر بعد ايه بعد اخر حاجه خالص المحطه 600 ايه متر دي تغطيه قلنا قبل التغطيه بنعمل ووف بالظبط تغطيه بنعمل قبلها ووف دي تقاطع زي المسلام بالظبط التغطيه دي كانها مسلام جايبها لك كده قبل المسلام بتقوم جاي عامل ايه ووف خلاص تغطيه يبقى خلاص او ده عندنا ايه ووف قبلها عشان الترين اللي عاملينه منه طب القطر اللي جاي من الناحيه الثانيه دي جاي على برضه هو فين جاي كده واتجاه الخطه كده جاي كان لازم اهو التغطيه في الايه الفرعين بتاعها هنا ماشي جاي عامل ولازم التغطيه من الخط اللي فوق حطها على الخط اللي فوق صحيح ولا على الخط اللي فوق واحد يعني عشان تبقى واضحه بس هنا خليها قريبه يعني خليها قريبه قربها من التغطيه تحذير ولا ايه؟ ووف ووف تحذير طالما ووف دور على التحذير على طول قيام وقيام امامي ده قيام ولو في قيام امامي خلاص ماليش دعوه بالتحذير بس طالما ووف يبقى دور على التحذير بتاعه ده ووف وده التحذير المسافه من هنا لهنا اكيد عدت عدت بكتير فخلاص اجي اعمل 600 متر واحط ايه؟ تحذير هو قال لي هنا ايه؟ 600 متر خلاص احنا دينا الرايه دي والرايه دي حوالي 600 متر صح؟ خلاص اجي على الايه ده وهم جاي حاطط تحذير بتاع السيمافور ده طب اللي فوق ده لسه ما حطيتلوش تحذيره السيمافور ده التحذير بتاعه فين؟ عشان ينزل تحت من هنا لان لو القصر لو القطر جاي كده فهي عندي هنا سنتور وهو غير التحديد بتاعه يبقى على ده لا 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 جميلة جميلة لا جاي هنا فبين التحديد بتاعه تمام ده كذلك لو جاي هنا خلاص انت ايه التحديد بتاعه اصحى للكلام ده انت كده حطيت وبنت كده درست الخط ده مش هيجي هنا خالص الوقت ده انا عاوز اقوله الوقت ده مش هيجي هنا خالص
فاجئ هنا وهي حطت ايه ووف تاني من ايه المفتاح ده. طب عندي كام كده اتحرك ثلاث صفه فكل رصيفه هحط له ايه ريشن حب يعني مثلا تصدق انا عادي كده الاولى هذه المقدمه ان شاء الله وبعد الريشه الثانيه وبعد ايه وبعد الريشه الثالثه. طيب ده ووف فين التحذير بعيد ده 600 متر وده 800 متر اكبر من ايه نعلق له اكبر من 1100 صح ايوه بحط فين بقى التحذير على ده 600 متر خلاص ايه اقول ثلاثه تحذير يعني واحد تحذير كده ايه انا عرفت تحذير لكل دول تحذير بس هم الثلاثه على لا ثلاثه على واحد بس عارفين ثلاثه تحذير بس هو تحذير بس واحد ايه اللي ايه فلوس كتيرة بقى نكمل مع بعض بعد كده القيام حطوا فيها هنا ده يتحرك في اتجاه واحد اللي هو ده خلاص القيام واحد ده واحد هنا برضه يتحرك فين هينزل هنا خلاص ويطلع كده يبقى قيام واحد واللي هنا على الصف الثالث ده فهم رايح قيام واحد خلاص مفيش هينزل هنا وجاي طالع كده فالقيام ده هيهدم تحويله المسيره دي خلاص قيام وبعد تحويله مسيره مسيره ومسيره مسافه 76 متر تقريبا وانا عندي لحد 200 متر خلاص هيهدم فاضل حاجه فاضل القيام الامامي بحطه فين بعد التحويله المسيره بمسافه 200 متر اجي هنا وهي فاضل سيمافور القيام الامامي بمسافه 200 متر فاضل الخط اللي طالع ده الخط اللي جاي لسه ما حصلهمش ايه سيمافورات اساسيه. اول حاجه الخط ده طار خلاص اهم حاجه السيمافور اللي بيوقفه ده خلاص مفيش هنا ايه مفيش قطر جاي كده مفيش قطر ايه جاي كده فخلاص بس الحلقه دي بس اللي داخل بقى اللي داخل بقى كده واحد تحت واحد والتاني واحد طيب هيقدر يخش على الصوت ده ولا الصوت ده ولا الصوت ده فحط له هنا يبقى في ثلاثة ادخل انت عندك ثلاث رصيفة وكل رصيف كل رصيف له إشارة أنا وقفك على الرصيف تمام؟ كل رصيف أنا مش هو واحد إيه؟ هو معمول للخط ده زي الفرق بس واحد بس خلاها واحد بعد كده عندنا ايه تحذير قبله كام عايزين نبقى نشوف دي في المكان كله هو اتجاه واحد الراجل يقدر يرجع تاني على الدخل الراجل يرجع تاني على الدخل خش هنا وخش هنا مش تحويله دي عشان ما يقولوش ان هو يعني الكلام ده كله زي النقطه دي بالظبط زي النقطه دي بالظبط انا عندي هنا كام كده الحركه هنا ممكن برضه ده على بعض بالظبط ده اللي انا عاوز اقوله لو انت بص بس انا عايز اقول حاجه هنا حطينا ثلاثه هنا حطينا واحد ثاني هنا بقى لو تيجي تشوف لما تيجي تشوف انا قلت لك ثلاثه وخلاص بس مفتاح دلوقتي عشان اقول لك بقى النتيجه ايه في النقطه دي لان هنا ده مفتاح بعد مفتاح كمان فاحنا ضمننا اساسا من المفتاح ده والمفتاح ده في السيمافور ده ايه مفتاحين زي اللي انا كنت بعملهم مفاتيح ورا بعض بالشكل ده كده بس انا كنت بضمهم ماشي بينما هنا هم المفاتيح ورا بعض برضه بس ايه على كذا خط فعشان كده ده مفتاح وبعد المفتاح وبعد ايه مفتاح كمان فضمناهم في ايه؟ في اشاره واحده، انما هنا انت داخل على خط واحد بس، على مفتاح واحد بس. اتجاهات الحرب عندك اتجاه واحد بس، مفيش حاجه تاني، فعشان كده حطينا ايه؟ اشاره واحده. تمام؟ عشان الناس اللي بتقول ما حطيناش هنا ثلاثه ليه؟ معاك ثلاث رصيف. يبقى هنا بحط اشاره واحده بس عشان عندي ايه؟ اتجاه واحد، انما هنا ضميت الايه؟ المفتاح ده والمفتاح ده والنقطه دي في ايه؟ في ثلاث رايات. نخش بقى نكمل مع بعض. قيام القيام
وين ثلاثة راس بيش كده خلصنا مش مهندس خلصنا لو دخل على المفاد اللي في النص فاضل السنوية فاضل الشرط السنوية بس الشرط السنوية عادي واحدة يا جماعة المفروض انك حافظها اول حاجة مهندس فاضل او مهندس الخير بتحط ايه ديسك الكروب تمام عندي تحويلة مسيرة بحط جيم ديسك هنا بالشكل ده كده الديسك هنا بالشكل ده كده تمام هاجي هنا على الضغط ده تحويل ليها اساسا مش تحويل دي تبطيل تمام دي تبطيل فمش هحط عندها اي حاجه خلاص دي ايه دي تبطيل مش هحط عندها اي حاجه فاضل المكان اللي انا احط فيه ديسك بالظبط كده ده مخزن مسايد ده مخزن مسايد هاجي هاته هنا وجاي احط ايه محاطه ديسك عندي مخزن مرتبط ما عنديش مخزن مرتبط خلاص يبقى ما عنديش راحه بس بحط مهندس